السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثانية قسم الفيزياء الطبية كلية مدينة العلم الجامعة، اليوم إن شاء الله المحاضرة الثالثة من محاضرات Introduction to Medical Physics للكورس الثاني. المحاضرة السابقة كانت تتضمن التكملة لخواص الأيزوتوب راديشن، النظائر المشعة. اليوم حناخذ موضوع جديد إن شاء الله، اللي هو الراديوثيرابي، العلاج الإشعاعي. العلاج الإشعاعي، بداية حطيت هذا السؤال: Why radiotherapy؟ لماذا نلجأ للنشاط الإشعاعي؟ حقيقة هو علاج لأمراض السرطان بالتزامن مع الجراحة والكيموثيرابي، العلاج الكيميائي. يعني إضافة إلى الجراحة والعلاج الكيميائي، ممكن يكون الراديوثيرابي هو إسناد لهذه العلاجات أو إسناد لعملية جراحية. proven benefits، أثبت أنه إلى فائدة عالية. Since display strong dose effective effect relationship، هناك علاقة وثيقة ما بين الخلية اللي تعاني يعني من مرض معين وما بين الدوز. فهذه هي فائدة العلاج الإشعاعي. أو لماذا نلجأ، مو فائدة، لماذا نلجأ للعلاج الإشعاعي؟ فهذا مثل التعليل ممكن يكون ليش نلجأ للعلاج الإشعاعي. نجي على benefits of radiotherapy، فوائد العلاج الإشعاعي. شنو فائدته؟ فائدته في استئصال علاج سرطان الثدي breast cancer، ماستيتومي اللي هو الاستئصال الثدي، كومبار سيرجري اند كيموثيرابي وذ اند وذاوت راديوثيرابي. بالمقارنة مع الجراحة والعلاج الكيميائي يعتبر أفضل. وهذه الصورة توضح لي أنه هذا الكيرف اللي الأعلى اللي يكون 6 أعلى، يعني 54% هو مع الراديوثيرابي، كيموثيرابي علاج كيميائي مع الراديوثيرابي. والخط الأوطأ اللي هو 46% من العلاج هو يمثل فقط الكيموثيرابي، إذا أفضل من يعني العلاج مع الراديوثيرابي مع الراديو مع الكيموثيرابي هو أفضل مما يكون الكيموثيرابي وحده. أيضا ينطيني نسبة بقاء على قيد الحياة حوالي 10 سنوات بعد التعرض للعلاج الإشعاعي. يعني حتى إذا لا سمح الله شخص مصاب به سرطان، إذا يتعرض للعلاج الإشعاعي تعطي مدة بقاء، يعني يطيل عمره 10 سنوات عن عمر الخلية السرطانية اللي ما معرضة للعلاج الإشعاعي. فهذا هو فائدة العلاج الإشعاعي. أيضا هذه ممكن تجي في راغات صح وخطأ، ممكن تعداد بالأسئلة المقالية، يعني اللي إن شاء الله حنسوي امتحان تمهيدي لكم حتى نعلمكم كيف تجي الأسئلة. وإحنا مستمرين بالكوزات أيضا في كل محاضرة. نجي احنا راح ناخذ كل ما يخص الراديوثيرابي. على سبيل المثال، وات انرجي دوز راديوثيرابي يوز، شنو هي الطاقه المستخدمه بالعلاج الاشعاعي، شنو نوع الطاقه؟ نوع الطاقه يستخدم الكترومغنتيك راديشن such as x-ray gamma ray electron beams or photons to kill or damage cancer cells to stop or slow them from growing or multiplying. يعني شنو؟ يعني يستخدم طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي اللي هو اللي متمثل بالأشعة السينية أو أشعة جاما أو أشعة الإلكترون أو الفوتونات، ليش؟ لقتل أو تدمير الخلايا السرطانية أو إيقاف أو تقليل من نموها. يعني ممكن إنه إذا خلية سرطانية في بداية عمرها ممكن إنه هذا العلاج يقتلها، وممكن إذا هي مثلاً واصلة مرحلة مبكرة ممكن إنه يوقف نموها أو يقلل من نموها. فشنو هي الطاقة؟ هي الكترومغناطيك راديشن اللي تشمل أما إكس راي أو جاما راي أو إلكترون بيمز أو بروتونز. كيف ينشأ؟ كيف يتولد هذا الإشعاع؟ راديوثيرابي is completed internally branch therapy or externally، أما يكون داخلي هذا الإشعاع أو خارجي.
نجي ناخذ إبراج ثيرابي أند إكسترنال راديو ثيرابي اللي هو العلاج الإشعاعي الداخلي أو الخارجي، وحنعرف شنو الفرق ما بين البرانش ثيرابي أند إكسترنال ثيرابي. البرانش ثيرابي كان بي إمبلويد ألون أو ويذ إكسترنال راديو ثيرابي أز ويل، ممكن إنه أستخدمه واحدة أو مع العلاج الخارجي. هذا كيف يكون؟ The radiation is received through a source placed next to in the treatment area or small radioactive rod. يعني أما يسلط من مصدر الإشعاع، يكون يوضع مصدر الإشعاع بالقرب أو داخل المنطقة اللي هي نريد نعالجها على شكل قضيب من المواد المشعة الصغيرة تدعى بالسيد، يعني بذرة is inserted into the treatment area، تحشر أو تحقن داخل المساحة اللي أريد أعالجها. هذه بالنسبة للداخلية. أما external radiotherapy العلاج الإشعاعي الخارجي وهو الأكثر شيوعاً، is the most common form، هو الشكل الأكثر شيوعاً. شلون يكون؟ the beam either photons or charged particles، الشعاع أما يكون عبارة عن فوتونات أو جسيمات مشعة that generates ionization، تنشئ التأيون من خلال التشعيع. is generated by linear particle accelerator، تنشئ بواسطة هذه الأشعة، تنشئ بواسطة المعجلات الخطية، معجلات الجسيمات. هذه المعجلات تنشئ إلكترونات وتعجلها حتى ينشئ لي شعاع عالي الطاقة. the high energy beam، الشعاع العالي الطاقة يخترق النسيج للمريض ويأين لي الخلايا السرطانية ويدمرها. إذن ممكن أن تسووها على شكل مخطط فلوتشارت، أولاً المعجل الخطي ينشئ أو الفوتونات أو التشارج بارتيكل تتولد بواسطة التأيون، ومن ثم هذه الفوتونات أو الجسيمات المشحونة المتأينة تنشئ أو تعجل بواسطة اللينير بارتيكل اكسلريتر. هذا اللينير بارتيكل اكسلريتر ينشئ الالكترونات ويعجلها، ومن ثم ينشئ شعاع عالي الطاقه. هذا الشعاع يخترق النسيج ومن ثم يدمر لي بواسطه عمليه التأين، يدمر لي الخلايا السرطانيه او يقتلها، يأينها ويدمرها. فهذه خلينا نقول هي دوره حياه الاكسترنال راديو ثيرابي، دورة حياة الإكسترنال راديو ثيرابي، أو كيف يكون يعني كيف يتولد، أو كيف الورك أوف إكسترنال راديو ثيرابي، عملية أو عمل الإشعاع العلاج الإشعاعي الخارجي يكون بهذه الصورة. نجي كيف يكون الانتركت بتوين ذا إنرجي أند ذا تيشيو، الإنرجي القادمة من المصدر المشع وكيف يتفاعل مع النسيج. عندما الطاقة تصل إلى النسيج which is the tissue the interaction that occurs is ionization، العملية اللي تجري هي عملية تأيون، أما تنشئ لي شحنة موجبة أو سالبة. هذه عملية التأيون تحدث أما مباشرة، أما تأين لي مباشرة الـ DNA cancer or indirectly by the ionization of water، أو تأين الماء. الماء the ionized water produce free radical، عندما تأين لي الماء المحيط بالمنطقة اللي أنا أريد أعالجها، هذا الماء ينتج لي جذور حرة، هذه الجذور الحرة تسوي دمج للدي ان اي، تدمر الدي ان اي. إذن أكو طريقتين للإنتراكشن between the energy and tissue، اللي هي طريقة مباشرة تحصل لعملية تأين مباشر للكانسر دي ان اي، أو تأين لي جزيئات الماء، وبالتالي جزيئات الماء هي من تتأين تولد لي فري راديكال، هذا الفري راديكال يعمل دمج للدي ان اي. عندما how does the tissue receive the energy، كيف تستقبل الأنسجة الطاقة؟ طبعا الخلايا السرطانيه the cancer tissue receives the energy in the form of radiation، تستقبل الاشعاع على الطاقه على شكل اشعاع، ويعمل دمج تدمير للدي ان اي اوف ذا كانسر سيلز للحمض النووي للخلايا السرطانيه.
هذا الإشعاع قادر على تدمير الخلايا أو الأنسجة السرطانية أكثر من تأثيره على الـ healthy tissue. Why? Because the single standard DNA of cancer is vulnerable to radiation, whereas the double standard DNA of healthy tissue is usually able to recover from radiation. يعني شنو؟ الخلية السرطانية DNA التابع للخلية السرطانية يكون عبارة عن خيط مفرد، فلذلك الإشعاع قادر على تدميره. أما الـ double standard DNA of healthy tissue اللي يكون الـ DNA للخلايا السليمة يكون عبارة عن خيطين مزدوجين، فلذلك الإشعاع قادر على يعني أو قادر على أن يتعافى من الإشعاع. الـ DNA للخلايا السليمة قادر حتى إذا يعني تعرض لضرر معين قادر على أن يشفي نفسه من الإشعاع بالنسبة للخلايا السليمة. أما الخلايا اللي هي خبيثة الكانسر ممكن أنه يأثر الإشعاع عليها ويدمرها. فهذه كيفية استقبال التشيو للطاقة. أيضا نجي نذكر الـ advantage of radiotherapy. طبعا من أقول benefits تختلف عن advantage. The localization of radiation allow for the significant lessening of damage to healthy tissue. قدرة الإشعاع على تدمير الخلايا الخبيثة يعني. And radiation therapy is useful during before and after as well as during treatment because it can effectively stop cancer and tumors. هذا العلاج الإشعاعي يكون مفيد قبل أو بعد حتى العمليات، يعني ممكن أني ماخذ علاج كيميائي أو قائمة بعملية جراحية، هذا العلاج مفيد قبل وبعد التريتمنت because it is extensively stop cancer and tumors، لأنه هو فعال جدا بإيقاف الخلايا السرطانية أو الأورام. And patients claim that the daily treatment does not impact significantly on their daily schedule. يعني أن المرضى يعني شو مصرحين أن هم هذا العلاج ما يأثر على أعمالهم اليومية. Radiotherapy can still be given when surgery is considered unstable or unfit. أيضا نلجأ للعلاج الإشعاعي في حال أن الجراحة تكون غير مناسبة، يعني في مكان غير مناسب ممكن يؤدي إلى خطر اللي يهدد الحياة، فلهذا نلجأ إلى العلاج الإشعاعي. And the radiotherapy itself is relatively painless، يعتبر غير مؤلم، العلاج الإشعاعي غير مؤلم. لكن أيضا إحنا أي علاج هو بي سايد إفكت، هنا أيضا تابع على يعني ملايين الناس ممكن إنه يطيل أعمارهم إذا تعرضوا للراديشن ثيرابي. هنا طبعا تأثيره يكون موضعي، يعني إذا أنا عرضت المنطقة من الأمام ماكو نودوز بيهايند ذا تيومر، ما موجود إشعاع خلف التيومر الورم، يعني فقط يأثر لي على منطقة الورم. هاي يعني صور توضيحية وحتى تفهمون الموضوع أكثر. Possible side effects of radiotherapy، هناك بعض التأثيرات الجانبية للعلاج الإشعاعي تكون على نوعين acute and chronic، تكون تأثيرات حادة وتأثيرات مزمنة. بصورة عامة side effects depend on، يعتمد على specific area that is being treated اللي هي المساحة المعرضة أو اللي تتعرض للعلاج يعتمد عليها السايد إفكت، يعني حسب نوع المساحة أو حسب نوع العضو المعرض للعلاج. And الجرعة dosage and general medical condition، الحالة الطبية بصورة عامة، حالة المريض الطبية أيضا راح تؤدي يعني إلى تحديد السايد إفكت. معناها السايد إفكت تعتمد على هذه الثلاث عوامل. ومثل ما قلنا السايد إفكت يكون نوعين، هو أكيوت وكرونيك. بالنسبة للأكيوت سايد إفكت شنو العوامل أو التأثيرات الحادة؟ skin irritation، احمرار الجلد، damage at region، exposed to radiation، على سبيل المثال hair losses، ممكن إنه المنطقة المعرضة تتدمر يعني مثل فقدان الشعر، and fatigue and ناسية أو ممكن إعياء أو غثيان. هذه التأثيرات الحادة. and chronic side effects، التأثيرات الجانبية المزمنة، fibrosis ممكن تليف، يعني شنو مزمن؟ إنه بعد فترة تظهر هذه التأثيرات.
أو بول ديميج أو يعني فت خلل بالأمعاء أو تلف الأمعاء اللي يسبب الإسهال أو النزف، ميموري لوسز فقدان الذاكرة، إنفريتلي العقم، ونادرا ما يتم يعني سبب يكون سبب للإصابة بنوع آخر من السرطان سكند by the irradiation exposure بواسطة التعرض للإشعاع. هذه أكيد يعني إذا زادت الجرعة عن حدها، إذا إنه هذا المريض عنده مشاكل صحية وعارضت ويا العلاج الإشعاعي، فممكن إنه يصاب بهذه السايد إفكت. أيضا مثل ما قلنا إنه كل علاج هو بمضار وبقوام. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم، إن شاء الله انتظروا قروها زين حتى أحدد لكم كوز بها، من طيت واجب بهذه المحاضرة حنشاء الله نسوي كوز بهذه المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.